نحن قادمون. قتلنا ونحن نحن قادمون. قتلنا ونحن نحن قادمون. قتلنا ونحن نحن قادمون. واش عشران هاني نتمنى تكونوا ديما بخير ولا خير ممكن غير البار والشمس حاره ونحن قادمون باش نبقاو حبوا لاكرو من بعد ما لحقت لكم الدراري الاغنيه ديال العربي وافتخر وكما قلت لكم كتشاركت في عرب جود تالنت وتقبلت ولكن بقى لي واحد المشكل هو انني تشديت بزاف الناس بغا يعرفوا القصه علاش شديت وشنو الغلط اللي درت اللي ما انت ما خاصكش ديرو الغلط اللي درت اخوت هو انني ما عنديش شي حاجه فرك كتفهمتي خصني نخدم وصافي وكنت خدام مع واحد السيد بلا وراق بلا والو فهمتوني ما عندي لا لاسيرونس لا سينيساس حتى لعبه يعني ملي كتكون خدام في شركه على الاقل الشركه كدوي عليك خدام في موقف ما كيعرفوكش حتى شكون وعامل خدام وشنو كدير هذه الحاجه اللي نوصيكم عليها هي البديه القصه اخوت انا نشرح لكم من ا تلزال بدون من غير بدون لغه الخشب خلاوها كفصل ديال هادشي وقع تقريبا في 2012 وقع الشيء هذا في نص ديال 2012 شهر 6 تقريبا شهر 7 المهم حنا كما قلت لكم حنا الدومين ديال هذه الكروات كنجيو مع الصباح كاين بزاف الكروس مصافين كتجي كل شيفر كيكون مريح كل كروه كيكون مريح فيها الكريسون ولا الشيفر والكريسون انا البلاي باكس نخلي الكريسون ديالي هو اللي كيريح فيها وانا كنمشي في قهوه ولا شي حاجه ملي كيجي شي ديكور كنديماري كنمشي المهم كنا حتى مريح في الكروه انا والكريسون ديالي ديك اللعبه ديال جا واحد خينا عنده باسات سي سي باقي عاقل عليها وما كنتاش الناس جا واحد العساس هو اللي كيحضر الكروات جا عنده دوا مع على اساس شي خدمه هادي ويجي عندي قال لي فوزي كاين واحد البريكول ما تقدري كندبر عليه انا كيفما يجيب شي بريكول كندبر عليه حتى الخدمه كل وكل بغيتي تخدم كل وكل اللي غيجيبك شي بريكول رشو المهم جا عندي السيد قال لي كاين واحد البريكول هادي ما تساليش قلت لي صافي كلها انا قلت لي امانتك عندي بابا جا عندي واحد السيد كيدوي من مراكش هذا هو معايا طن 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 قلت لي خصني نشوف خدمه حيت الكروه عندي فيها 30 متر ديال الارض وتقريبا واحد 10 متر طول خصني نمشي نشوف البلاصه انت كيفاش دايره فين غتبلاصي الكروه فين غتهز لا فليش المهم يعني خص يكون واحد الجو باش نقدر نخدم انايا فين غيدخل الربك باش نشارجي ليه المهم عيطت الباترون ديالي قال لي صافي سير شوف الخدمه مشيت معاهم ريحت اللور السخيل وصلنا الخدمه جيت روش نوار في كازا نزلنا انا واقف دقوا الباب العساس حل الباب دخلنا شنا كلش السلعه واللعيبات قلت له ودي لنا راه خاصك كلاركات ما خاصك قال لي تدبر لي في كلاركات واللعيبات قلت له صافي وقول لي شوف انا اصلا شي بغيت نبيعو قلت له شي واحد يشري من عندي هاد اللعيبات انا في طبيعه الخدمه ديالي كنخدم مع الناس كاملين صحاب لافيراي كنخدم صحاب بنايه الكليمات ديال الكليماتيزور اي حاجه فيها الطول فيها سميتو فيها في البوا فيها الطول كنخدم معاهم انا عارف واحد الدري كنعرفو صاحبي معايا قلت ليه كاين واحد السيد بغا يبيع شي سلعه وهادو هادي راه تقريبا المهم تقريبا تما كاين شي 120 مليون ديال السلعه هادي غير فهمتي غتباع الكيلو فهمتوني حديد وكاميوات لافيراي وواحد ماشي بياس صافي جا السيد تفاهمو وياك داك داك 3 درهم الكيلو انا غتجيني واحد ماشي تدويره ديالي تدويره على قد الحال يعني ما حجني انا اللي انا حد تقول انا هو السمسار فهمتوني صافي السيد اللي شرى السلعه قال لي انت قال لي داخل في المعمعة دبر لي في كلاركات وسميتو انا ما معروف في المرسى وكيعرفوني عارفين الدراري حريفي مشيت للمرسى واحد دير سميتو العلوه سبيسيال ديديكاس خويا العلوه مسكين راه شدو السكر من ديك الشده اللي شدينا حنايا مشيت عند العلوه قلت له انت اخويا راه عندي واحد الخدمه دبر جوج كلاركات ودبر لي في جوج رماك اجي تفاهم مع السيد تا تفاهم مع السيد من تفاهم مع السيد قلت له قال لي كامل نعطيها لك يعني 300 ولا 400 درهم اللي غنشدها نعطيها ديك نعطيها للعساس المهم شد العلوه شد الخدمه صافي خدموا النهار الاول من 9 الصباح ل 4 العشيه انا ما حضرش لهم انا خدام في كروش النهار الثاني جيت نحضر لهم حيت دوينا الاخر باش السيد يخلص الاخر وناخذ انا الامانه ديالو وناخذ الفلوس باش نخلص العلوه باش يخلص الدراري كما جيت الدراري قالك في الجو خرجت نمشي نجيب لهم ما ياكلوا جيب لهم اللعيبات كندير انت كيبان لي البوليس ويلي اش واقع صافي كلشي مشدود المهم شكون مشدود غير العلوه والدراري اللي جاي جوج كيسوقو رميك جرميك كانوا جرميك وجوج كلاركات وجوج كيسوقو جوج كلاركات والباترون ديال المور رميك واحد السيد كان عنده واحد
نهايه السنه خاصو يدير واحد ديكومونتير على الخدمه ديال المغاربه في المرصا واش يدير الريسك ديال الكاركات واللعيبات. المغاربه كيخدموا بلا كاسك بلا سبا سيكوريتي بلا تلعبوا وجاي مسك الاباري وكيصور فيه انت هو شدو والعلوه يعني ست الناس اللي مشدودين مهم عيطي علوه قال لي اخويا حنا مشدودين هذيك انا غنجي عندكم اخويا عيط لي اللي شاري السلعه قال لي اخويا ما فهمت والو المهم بعدا الدراري ديالي كلهم هربوا الدراري صحاب الشادين كنعيط للسيد الاخر اللي بيع لهم السلعه النمره ما كايناش المهم هذاك السيد اللي بيع السلعه ما كاين ما كاين حتى واحد فيهم كل حتى واحد ما تشد شدوا غير الدراري اللي جايب انا هذو هما اللي تشدوا انا ما فاهم والو بقيت كاع ما استفهم ما بغاش نمشي للبوليس حيت غيشدوني غيهبطوني ما انا ما عارف والو المهم كنلقى الناس السوق العيبات التليفونات هنا من هنا هنا من هنا ما عرفت والو صافي نمشي تقدمت راسي الغد اللي نمشي تقدمت راسي قدمت راسي السلام عليكم وعليكم السلام مشيت لابس قويم جا العيبات مفركز شكون سيادتكم انا هو التليفونزي اللي كنتو عيطتو ليا اه انت هو ذاك اللي مبيناش عليك انت هو ذاك خلاوه هما رئيس العصابه يبي بيناش عليك انا ما فاهم والو قال لي انتما اصلا هذيك البلاصه اللي كانوا خدامين فيها كانوا لقاو فيها شي واحد ميت تقريبا بين الوقيته اللي كانوا كيشارجيو الدراري والوقيته اللي مات ما كاملاش حتى شي شهرين بحال هكا فهمتوني يعني ديجا واحد ميت تماك واش مقتول ولا شي شمكار ميت تماك والله ما نكذب عليك. المهم خلاصه الهضره اشنو واقع هذاك المحل ديال واحد اليهودي وعندو السيزي في المحل وهذوك اللي جاو عندنا معنوش تابع لليهودي ولا انا ما فاهم والو. المهم هذوك الناس اللي جاو عندنا اللي جاو عندنا الموقف واللي تفاهموا مع السيدي البيع والشراو اللعيبات ما تشد فيهم حتى واحد وغبروا بحال شي مرحلة شي وصل ما غبروا بقاو صافي بقى بين حتى واحد. والسيد الحمد لله كان كيشري بالبونات يعني كيمشي وكيهزو السلعة وكيعبروها في الميزان وكتخلص اين فوا كتعبر في الميزان الناس الاخرين كتخلصوا ديك الساعة. المهم حنا اللي مشدودين غير الحريفيين صحاب الكاركات والرميك وانا القروه اللي نشد الخدمه كامله. المهم مريح بحال هكا كنسوا الشاف ديال لابيجي جا واحد السيد الله يرحم ليه الوالدي في هذا النهار وكنتمنى كاع الشافات ديال لابيجي وكاع البوليس يكونوا بهذيك العقليه ديال السيد. عرفتي انا ما خسرش معايا الهضره وهضر معايا بواحد الطريقه اللي بزاف وكان الحمد لله راه شوف اقسم بربي الكعبه الدراري شي تلفورما والله حتى كتعاون ماشي كتخلعهم ولا سميتو ولكن انت كتبان دير رزوان ولد داركم كتبانش انت واش مشيني. المهم قال لي شوف قال لي شكون قلت لنا هو فوزي قال لي انت هو رئيس اس اس اي بزيز قال لي شوف غتعاود لك الشيء كامل بلا بلا قلت نعاود خويا لك الشيء كامل قلت له اصلا قلت له راه اللي كاين هو واش كنعاود لها اللي كاين هو اللي كاين هو اللي كاين هو اللي كاين. وقال لي حبيبي راه اليوم راه غتبقاو معانا تنشوف هاد البلان كيفاش داير راه انتم راه بحال بحثوا كتشفروا وجبدوا لنا التصاور جبدوهم كيفاش الله اعلم الحمد لله الدراري كيخدموا من 9 ديال الصباح وسالوا مع الربعه والنهار الثاني بداو حتى 10 وجاو شدوهم هذيك الوحده ديال الظهر جاو شدوهم يعني ماشي خدامين في الليل ولا شي حاجه هذه هي شفعات لينا. صافي هذيك دوا معايا جا السيد اللي غيبدا يسجل لي وغيبدا يكتب هذاك السيد ملي دخل سلم عليه وقول لي بعت فين شايفك اخويا قلت له انت ما غريبش عليا وقول لي ماشي انت اللي كتكون حدا القروه لابس بيس ماطي ودير بحال هكا دي باردور قلت له هو هذا كنقول لكم فورما راه كتعاون يعني بنادم بقى عاقل عليك واش فهمتي بقى عاقل عليك ديك اللعيبه فاش كنقول واقف حدا القروه يعني انت كتبان عاتيري بنادم فهمتي يعني قلت له هو انا قال لي اش كدير انا قلت له اللي وقع والشيف ديال لابيج واقف معانا قال لي واش كتعرفوا قال لي راه السيد ديما كنلقى حدا القروه صافي هنا بان لهم انني انا راه اول تمارة اش قرب لي شي صداع ولا قرب لي شي شفراوني واش نبغي نشفر غنمشي نوض مع 6 الصباح ولا 4 الصباح نجي نضرب تمارة والله ما مربيش على هاد اللعيبات ويقول لي الشيف ديال لابيجي ويقول لي تا المسخوط وادين راه مسبين فينا جوج المليار ديال السلعة راك عارف انت كتضربها مع واحد كيمشي ديك لاريبي راه نشفر لك جوج المليون والتليفون مع شحال ساوي وهادي وهادي وتير حتى حاجة ما كاينة بحال هكا دايرين اليهودي ما عنده سيزي في المحل ولصق فينا جوج المليار ديال السلعة سيدي لصقها فينا انا اسمع شفت مليار ديال السلعه قلت صافي ما نخرج من الحبس تلقى تراموا يسيكو قرض من الاخر ويقول لي الاخر فاش الشيف ديال لابيجي قال لي هادو راه مرا عصابه راه كاين قال لي انا كنعرف الدراري ديما كيكون ديز كيكون حدا المرسى وهادي وهادي وهادي. المهم بحال السيد عاوني صافي المهم ريحنا كان بدا كيقيد لي شنو كاين ولكن عاود داكشي اللي كان كنعاودو له دوزنا كنا في الجيور
كنا فرانكواش في تروازيام وهودنا مع ديك اللي في روش نوار مع سميتو وهودنا ديال روش نوار سميتو بدنا يومين وزادوا لنا تمديد نهار الثالث. نهار الثالث هزوني انايا داوني بلاصه فين كيشري السيد السلعه. السيد كيشري بالسلعه فهمتي ب 3 درهم الكيلو عنده البونات عنده كل شيء يعني ما خايفش على راسه ولكن كم خديمة انا اللي جايب لي السيد بحال انا اللي فراسي الدول فهمتي انا طحت في واحد اللعيبه انا اللي خصني نجيب دوك الناس ولا ما كنعرفهم حتى واحد انا على الموقف انا راه كيما قلت لهم راه اساسي جابوا لي وحتى الاساس واخا نجبدهم راه غادي غادي يسخسخو حتى هو ودار التمديد دوز تقريبا ميم با واحد 15 يوم ولا بحال هكا هي فاش جات جا فاش مشينا عند القاضي وجينا يدزنا الصار مشينا عند القاضي اش نقول لكم الخوت والدراري كامل مساكن اللي معايا كامل ضاربين فيهم الشمس ولا ضاربين فيه الشمس ديال المرصى يعني باينين دراري حريفين فهمتي دراري مساكن شي جيب العروبيه وشي فهمتيني باينين دراوش ما كاينش شي واحد فينا اللي كيبان فيه شويه ديال الشر ما كاينش وجابتوني ملي كتدخل عند القاضي اخويا ترى الدبانه ما كدورش ترى الدبانه ما تدويش مريح اليهودي والمحامي ديالو صافي والسيد اللي جابنا حنايا البوليس ورانا وحنا مريحين واقفين ودايرين ميت ورانا اول واحد غيبدا به هو انا حيد لي ميرور قال لي احلف بالله ما تقول الحق قلت والله تنقول غير الحق شحال كنتي غتاخذ مع هاد العلوه يعني التسمسيره قلت لي 500 درهم قال لي علاش قلت له طبيعه الخدمه ديالنا قلت لي اي واحد يجيب لك شي خدمه خصك تعطيه حيت الدومين ديالنا ديال الكول ووكر صافي وسكت دابا القاضي ما خصكش تكثر مع الهضره بزاف وانا والله ما داير لا سولك جاوب وراه عارف وراه عنده كلشي في الوراق كلشي اللي غتقول انت عنده كلشي في الوراق صافي يقول لي رجع للور وعيط واحد الدري كيسوق الدار قال لي انت شتي كدير قال لي كنت كنشارجي السلعه قال لي شكون جاب قال لي جابني العلوه العلوه كيعرفني غير انا راه شفتو وداكشي فشكل دابا الناس داو الفلوس والناس فهمتي سمسيره دارت وانا ما ديت لا فلوس لا والو ندوز فيها الحبس انا والدراري في الاخر الحمد لله خرجنا براءه خرج السورسي شهور ولكن براءة اش نقول لكم الخوت داكشي اللي شفت لداخل وداكشي اللي وصلني على برا ملي كتعيط ليا الوالده ديالي وكتبكي اشو الحبس حنا غنقدو به ولكن والديك هما اللي ما يقدوش به سير شو عندي غير امي مشيو مريضه وعندي بناتي وانا عقلي اش نقول لكم واحد ما عادش كنشرح لكم داك الاحساس اللي كتحسيت ملي كنت مشدود ماشي خايف من الحبس ولا صافي كنضرب اطراكسي وكنجري لي في الكور ما على باليش ولكن كتفكر انت شكون اللي غيجيب لك الماكله لوليداتك شكون اللي غيجيب لك الدواء لميمتك بزاف د العيبات بحالك خدامين لك سير شو ملي كتدبر التليفون كتعيط لماني الدار كتقول شكون يسول كتلقى البليبار من غير واحد شويه من العائله البليبار ديال العائله كلهم كيتشفاو فيك كتلقى الخير في صحابك وفي الناس اللي غير شويه اللي كتعرفهم كتلقاهم مساكن ما خلاو ما بغى يديروا عليك كيجيو عندك الزياره ماشي الزياره كاع عندك بعدا باقي في لابيجي كيجيبوا لك الماكله يجيبوا لك الكارو العيب تحت عارف العمله تما هي الكارو ما كنكملش المهم عرفت فاش دخلت للحبس عرفت اول حاجه النعمه ديال الحريه ديال اللي كنت عايش فيها عرفت النعمه انني كنحسك ديالي وكنمشي للصال عرفت النعمه ديال اي حاجه النعمه ديال انك تحدى وليداتك النعمة انك تخرج وقت ما بغيتي النعمة انك تغسل وجهك وقت بزاف د العيبات شنو يقول لك خويا حبس عرس عارف اخويا ما عرفتش اخويا ما بغيتش نقلل منه كي ما عرفتش كنقول لكم المهم انا ديك التجربه كانت اسوء كانت نقطه كحله في حياتي ولكن واخا هكا كانت ديك النقطه كحله رديتها نقطه بيضاء علاش الحمد لله لانني دوزت ديك البركه ديال الشويه ديال الحبس دوزت في هذيك الوقيته اللي كنت شويه مجهد هذيك اللي خلاتني كنرجع للنور كنفكر مزيان قبل ما ندير اي حاجه ما كنتسرعش فهمتوني يعني سيتو ملي كتسمع جوج المليار ديال السلعه واحد ميت صافي 20 عام ديال الحبس وما تقدكش معاهم فهمتيني الحمد لله ربي يسر معانا حنا اصلا مرضين الوالدين وهذه هي اللي كانت لي سبب فاش كتجي الكويت وحبسوني في المطار لقيتهم دايرين لي اغلاق الحدود هاد العيبه هادي بقيت عاقلين الدراري عندي في انستغرام والدراري ديال اليوتيوب الدراري القدام عندي هي فاش رجعت الكوميساريه ولكن هاد الخطره مشيت وحيحت بالرجوله حيت ماشي من حقهم يبقاو دايرين لي اغلاق الحدود نورمالمون 5 سنين كتحيد الراس ومشيت وقاديت الامور ومشيت هوت للمحكمه والمحكمه طلعت ما واحد
كنت ما كنعرفش عندك الروتاب ديال البوليس. لقيت واحد السيد هو داك ما عرفتش كيسميو ومرتبه كبيره بحال عاش كيسمو اخويا ما كنتش مكعرفش كش هنايا حيت باع على بريش بهم برا وجوله. المهم داك السيد هضرت معاه وقلت لي انا راه عندي بطول ما كنتش مرجي الكويت كان عندي بطوله العالم خصني نمشي لها وهادي ومشيت ليا البي وهادي راه ديك الساعه حيدوا اغلاق الحدود هي فاش قلت الله ما نبقى واحد السيمانه عاد نمشي بدل ما نشبع من الوليدات. هادي القصه الخوت كامله ما طق طق السلام عليكم ولكن كما قلت لكم هذه قرصت على بزاف د الحوايج. المهم اخوتي هذه القصه كامله ديالي على شديت والحمد لله خرجت طريفه وبغيت نبارطاجي معكم كاخوتي وادعو بلا لا صاد بيس اند لوف. نتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله.